السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في موضوع جديد بإذن الله. كيف ما وعدتكم آخر مرة من بعد الغياب ديال هذا الأسبوع هذا كامل لظروف صحية، الصوت ما كانش، يلا دابا الحمد لله في تحسن شوية بشوية، راه مازال ماشي سانك سانك، مي قلت ضروري ما خاصني ندير لكم هذا الموضوع باش ما نبعدش بزاف على الموضوع اللي قبل اللي عنده علاقة بالولادة الطبيعية اللي هو شق العجان. موضوع ديال اليوم جد مهم اللي خاصكم كلكم تعرفوا هذه المعلومات الضروريه باش ما تبقاوش نهار الولده كتفكروا بزاف اولا كثرت الاراء وكثرت المشاكل. دونك في هذا لا فيديو ديال اليوم غادي نقول لكم فوقاش كتستدعي الضروره باش ندير لك الغراز باش نولدك على خير وبخير، يعني في الولاده الطبيعيه تنديروا شق العجان لي بيزيوتومي، فوقاش كنديروها وعلاش كنديروها، واش غير هكذاك لا ساج فام او لا الطبيبه تتبغي دير الغراز؟ لا ما يمكنش، حتى شي حاجه في لا ميديسين ما كاينه غير هكذاك، اي حاجه عندها دراسه علاش وكيفاش، واهم حاجه فوقاش. لا خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو باش تستافدوا منه. ما تنساوش لايك لهاد لا فيديو واشتراك في القناه الا كنتي اول مره تشاهديني، وكذلك تعليق محفز او لا سؤال، وان شاء الله فاش تتاح لي الفرصه غادي نجاوبكم. اثناء الولاده الطبيعيه في الوقت ديال المعقول فاش كنديباسيو المرحله الاولى وندخلو المرحله الثانيه اللي جد مهمه، فاش الراس ديال الجنين كيتونكاجا لنا في الباصا، يعني الرويسه كتهبط مزيان وتتكون المراه عندها المخاض كثير، يعني زحمه مور زحمه زحمه مور زحمه، يعني صافي وقت الولاده المباشر فاش كنتوكلوا على الله، يعني ملي كنكونوا في انتظار استقبال المولود الجديد. فهاد اللحظه في الوقت اللي تتكون السيده تتزحم لا ساج فام اولا الجينيكو، تنشوفوا ديك المنطقه ديال شق العجان اللي هي ما بين فتحه المهبل والشراج لو بيغيري، تنشوفوه واش قصير واش طويل، واش فاش السيده تتزحم اللحم كتبقى تبيض اللون ديالها كيبيض، يعني هنا دليل على انها غادي تقطع بوحدها. كاين عده حالات اللي السيدات كيتقطعوا بوحدهم، هنا في هذه اللحظه ما كتكونش ديك التقطيعه في صالحنا حنا، من الاحسن حنا اللي خاصنا نديرو شق العجان باش كنتحكمو فيه في البلاصه المقاده بالطريقه الصحيحه، ومن بعد كنخيطو بطريقه مزيانه وكوريكت. الا السيده تقطعت بوحدها دونك هنا ما عندنا ما نديرو. شكون هما هاد الاخوات اللي ممكن تقطع لهم اللحم بوحدها اللي تيكونوا تيغوتوا بزاف وكيزحموا بطريقه عشوائيه، اولا البيبي تبارك الله كبير بزاف وما قدرش تسيبورتي لي كونتراكسيون، صافي كتجيها الزحمه بلا ما تقدر تحكم فيها، وهنا صافي البيبي تيخرج على غفله، اولا اللي كنبقاو نقولوا لها الهتي ولا تنفسي ولا حبسي وهذا وهذا، ما كت نيبا لا ما كايناش في هذا العالم، ما تسمعش غير الغوات والدفيع والضرب. وسبق لي تكلمت على هذا الموضوع في القناه وكذلك في الانستغرام اللي مازال ما التحقتش بينا تجي، لان تنشارك معكم ستوريات يوميا ملاحظات ونصائح جد مفيده. دونك ضروري ما تقلبوا عليا في الانستغرام ميدوايف اف زد وتجيو باش تستافدوا اكثر بالنصائح والمعلومات اليوميه. دونك الحاله الاولى اللي فوقاش خاص ندير الغراز فاش التريبيا تبدا تسخف. كيفاش كتسخف؟ حنا عندنا واحد الجهاز المونيتو اللي كنسمعوا به الدقات ديال الجنين، كتبقى ديك الدقات في تنازل بغادي كاردي كتبقى تهبط لنا، كنديروا واحد التدخل اللي خاصنا نديروه باش كنشوفوا ديك البيبي واش غادي ريكوبيري الدقات ديالو ولا لا، وعندنا واحد الوقت معين. الا داز ديك المده الزمنيه المعينه والبيبي ما ريكوبيراش ما طلعولناش الدقات وهي يعني اومومون ديال لو طرافاي فيها الزحمه يعني كتولد، فهاد اللحظه ما غاديش نستناو التربيه تخف، وخاصه الا كان عندنا حتى الماء ديال السقيه ليكيد امنيوتيك يعني خضر تانتي ولا شي حاجه بحال هكذا بيغي دو بوين، هنا خصنا نديرو التدخل السريع في اقرب وقت. في هاد الحاله اتفقتوا معايا بلي ضروري مشق العجان، الدقات كيهبطوا البيبي كيسخف، ما غاديش نتسناو حتى لبعد غدا ولا حتى دابا ساعتين حتى بشويه عليه، نو في هاد الحاله كديروا الغراز بالزمنك وبالزمنه، يعني حاله ضروريه مستعجله تستدعي شق العجان. الحاله الثانيه وهي الوضعيه ديال الجنين، الراس ديال الجنين دي فوا حتى الرويسه كتبقى تبان وفتوشي في التقليبه، عاد كنعرفوا باللي راه لا تيت ما ماشي هي هذيك في لا بوزيسيون ديالها. الوضعيه ديال الجنين الا كانت ما ميسراش كنستدعيو اننا نديرو شق العجان، ضروري من شق العجان الا كانت الوضعيه غير مناسبه
والوزن ديال الجنين حتى هو ما شاء الله تيكون كبير. من الشوفه تنعرفوا باللي هذيك البيبي ما شاء الله كبير، وخاصه الحوامل اللي ما تيكونوش دايرين تتبع الحمل، ما متبعاش الحمله ديالها عند مختص او عند جينيراليست، حتى كيدخل الشهر التاسع تيجيها الحركه كتمشي لا كلينيك اولا شي سبيطار. ما تنعرفوش ديك السيده شحال البوا ديال البيبي، كانت متبعه ما متبعاش، على اين من خلال لانتيروغاتوار تناخذوا ان غون باجاج من عند السيدات. لذلك هنا ضروري شق العجل عند في حاله انك بردات فيك الزحمه، الرويصه في الباب غادي تخرج، خاصها غير شي زحمه طويله مزيونه من ديك الشيء التضخيم، وغادي تخرج ديك التريبيه كتقول لك انا ما بقيتش قاده، انا ما فيا اللي زحم، انا سخفت، انا درت. دونك هنا ضروري ما خاصنا نديرو شق العجل باش نوسعوا شويه ديك الفتحه، باش فاش السيده فاش البيبي يبغي هو غادي تجي لا كونتراكسيون، واخا كتكون هي ما حاساش بها، كنساعدو حنا اللي كنكملوا الولاده بالطريقه الخاصه ديالنا. داكوغ، دونك هادو هما الحالات الضروريه اللي كتستدعي اننا نديرو شق العجان بدون تردد. الميساج ديالي الواضح، حتى شي وحده ما تدير شق العجان لا في سبيل الله، كتكون عندنا ضروري باش نقضوا الحاله ديال الولاده، باش السيده تكون في صحه جيده، باش كذلك المولود يكون في صحه جيده، يعني كتكون حاله مستعجله، ما عندناش الربح نديروه غير هكذاك وعاد نجلسوا نغرزوا وعاد الظهر ديالنا كيتقسم والسيده مسكينه حتى هي معذبه. غتسولوني واش كديروا البنج في هذه الحاله هذه؟ كاين اللي تيدير البنج، الطبيبه اولا القابله كتكون معمره ديك الشوكه ديال البنج، وتنديروا البنج في البلاصه اللي غنديروا فيها شق العجان قبل ما غنديروه. كاين اللي ما تيديروش البنج ولكن ما كنحسوش بواحد الالم فظيع فوق ديال الزحمه، فوق ديال شق العجان مع الغوطه مع التقطيعه مع المهم ما تنخلعكمش، مي هذه هي الحقيقه. كاينه اللي كتحس بها، يعني عمرها ما غتنساها، كتقول لك انا عاقله ضربوني بلا مقص ولا قطعوني بزازوار، ما تنضربوش بزازوار وما تنقطعوش بزازوار، عندنا يعني المقص يكون معقم يعني طايب ومستيغيليزي مزيان ما كاينش فيه مشكل. هادشي اللي كاين، هادو هما التفاصيل المملله اللي خاصكم تعرفوه قبل ما تمشيو للولاده. عندي موضوع اخر مهم بزاف اللي هو اشنو هما التحضيرات اللازمه اللي خاصكم ديروها نتوما قبل ما تجيو تولدوا باش تفاداو شق العجان. حتى هذا موضوع زوين وغادي نطرق لواحد النقط مهمه وخاصكم كلكم ان شاء الله ديروا بها باش غتكون ولاده طبيعيه ميسره بدون شق عجان. ولا لاحظتوا باللي اغلب التعليقات اللي متبعيني من شحال هادي ولدوا معايا من خلال اليوتيوب، تبعوا النصائح ديالي، اغلبيه الحمد لله غادي نقول لكم 90% ولدوا بلا غراز، واللي ولدت بالغراز واخا دارت التحضيرات اللي قبل القابليه دونك كان عندها شي حاجه اللي كتستدعي ان خلات الجينيكو او الراساج فام يديروا شق العجان. كان هذا هو الموضوع ديال اليوم خفيف ظريف، تسناوني ان شاء الله في موضوع مقبل ونشوفكم على خير وبخير، وما تنساوش البارطاج ديال القناه، وان شاء الله قريبا غادي نحتفلوا ب 100K في القناه وكذلك في الانستغرام ان شاء الله باذن الله. جو فوز دايم بوكو، الله يخطيكم ونشوفكم على خير، الى اللقاء ومع السلامه.